عارفة ان في كذا محامي عايز يرفع عليه قضية عشانك؟ والله اللي عايز يرفع عليه قضية عايز في كذا محامي عايز يمنعه من دخول مصر بعد اللي هو عمله ده، لانه بيسيء لفنانات مصر. تقول احلى خطوبة، الصور كلها انا وهو والكرو اللي كان معاه. هو البنت اللي مش بتتخطف دي بيبقى في حاجه اسمها بابي، وحاجه اسمها مامي، وفي حاجه اسمها اخويا، وفي حاجه اسمها فستان الخطوبه، وفي حاجه اسمها حفله، وفي حاجه اسمها ورد. انت شفتي في اي صوره من الصور دي كلها اي حد خالص؟ هو 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 حب يستغل اسمك وشهرتك ونجوميتك في مصر ومحبه الناس ليكي عشان ينتشر اكتر. بالظبط، لعلمك انا الحمد لله الناس اللي بتحبني يعني لا الناس كلها بتدافع عنك على فكره. دول نعمه من عند ربنا طبعا طبعا، ان هم ما بيسمحوش لحد يعني يلمسني او حد يجرحني. ايوه ايوه، لا الناس كلها على فكره مش قادره اقول لك متضايقه منه ازاي، يعني حتى كومنتات الناس على السوشيال ميديا الناس كلها مستاءه منه والناس كلها واقفه جنبك، دي حقيقه. انا بالنسبه لي كان ممكن ارفع قضيه، كان ممكن اعمل الحاجات دي، بس انا اكبر من كده بكتير. هو حرام، هو بيحب، انا احكي يعني هو بيحب حوريه لدرجه الجنون. يعني انت مجنون حوريه؟ يا حرام. طب حلو حبيبي، خليك اقعد احلم، اقعد احلم كده انك تتجوز حوريه. حلو الواحد يحلم، حلو اقعد احلم. الواحد مش فاهم حقيقي يعني. لا والناس احلم برضو يا حبيبي حلو، بس خلينا برضو خلينا نقول حاجه تانية حوريه، خلينا نقول حاجه تانية قبل ما حد ينشر خبر يتحقق من المصدر الاول. حبيبتي انا خاصه يعني انك انت بتردي علينا كلنا، يعني بتردي علينا كلنا وبنصور. لا ده الاخبار كانت بتطلع واحنا بنصور. ايوه يتحققوا من المصدر، ما يكلموكي. اي يعني مش الخبر ما ينزلش غير لما يكلموكي. هو ما الخبر ما ينزلش قبل ما يكلموكي، يكلموكي يتاكدوا منك. انا ما شفتش الخبر ده غير بعد ما هم مشوا وروحوا بعديها بساعتين. حصل خير، احنا جنبك وواقفين جنبك وبنحبك، وهنستناكي ترجعي مره تانية وتقدمي الاعمال الجميله اللي احنا متعودين عليها. ربنا يخليكي. والله انا نفسي والتمثيل وحشني، وبجد نفسي اعمل حاجه. وانتي وحشتينا، وانتي وحشتينا يعني. وساحره الجنوب انا لحد دلوقتي مستنيه الجزء الثاني بتاعه على فكره. ساحره الجنوب انا مستنيه لحد دلوقتي الجزء الثاني بتاعه. نفسي والله لازم تكلمي مع ام بي سي عشان يوافقوا. ام بي سي ان شاء الله ان شاء الله.